عندي فوطه باش نسجل الادريس نتاعي في البلديه يا اخي. توا واربعة رونديفو نتاعي في اربعة بارازار تلقى عرفت يعني مش تبدا عارفه من قبل. هبط من الكار نلقى رونديفو تو كاد نجري معاه شويه بالبرد باش نخلص. وين البلدية؟ توا 41 دقيقة وانا رونديفو نتاعي 42 دقيقة. او ماي جاد طرد مش ندير حتى منين ندخل. خلف المبنى ذا انه سي بون هذا هو البلدية. اخي قلت له وين نعمل كذا وكذا يا اخي قال لي مش هنا. ايماجنو يا اخي قال لي راهو في الدرشنو درشنو. المهم هواني هي يعني جوست باش نبع بعضهم. انا عرفتو كي قال لي بقيت نعمل لك يا اخي قال لي راهي 13 متر بعيده يعني. وانا 13 اصلا مش نسمع فيها مش نسمع في المتر يعني نهز كار نهز نعمل على الطبيل على راسي. الحمد لله سي بون والله راهو جري مش نورمال. تعرف تبدو قاعد كا تبدا قاعد وتبدا تعس على الرونديفو وقتاش يفرغ رونديفو خطفه مع بنت ما يخلطوش ولا حاجه دونك انيلو دونك تبدا نهار كله انت تعمل هكا فيه اكشواليزاسيون اكشواليزاسيون اللي انت تلقى رونديفو بالصدفه زاده ولازمك تخلط في الوقت ومش في البلديه اللي بحذاك يعني الله اعلم شنو البلديه اللي تجيك. الحمد لله يا ربي الحمد لله.